ندخل اضغط اكس خلينا نشوف بيودينا. اه والله ودان اصبر بسوي مقدم. مقدم اخلص. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله في فيديو جديد. عندنا لعبه اسمها هيفلي بوديز. هذا الفيديو برعايه اس تي سي بلاي. اس تي سي بلاي هي اكبر منصه للجيمرز والناس اللي مهتمين في الالعاب. طبعا صار في قسم حاليا اسمه قسم استكشف. القسم هذا يخليك تقدر تشارك ارائك مع الناس، تشارك لقطاتك الرهيبه اللي سويتها مع الناس، وبرضه تشوف لقطاتهم ومشاركاتهم في عالم الالعاب وانجازاتهم. في منصه اس تي سي بلاي كل ما لعبت بطولات ومباريات اكثر راح تقدر تجمع نقاط اكثر عشان تقدر تتصدر قائمه المتصدرين في اس تي سي بلاي، وبرضه تقدر تجمع نقاط من نشاطك الاسبوعي عبر التطبيق. طبعا ايش فائده وجودك في قائمه المتصدرين؟ انها تتيح لك فرصه انك تدخل في السحب على اقوى الجوائز. صار في متجر الكتروني داخل التطبيق تقدر تشتري منه بطايق ستور متنوعه، وبرضه تشارك في بطولات تصل قيمتها الى 200,000 ريال سعودي. طبعا حمل التطبيق، سوي لك حساب، وتابع الحساب حقي الظاهر في الشاشه قدامكم. حسابي تو جديد يا جماعه، تابعوني خلوا يصير عندي متابعين كثيرين. وبرضه ترى مو بس تسوي لك حساب وخلاص كذا، لا، تدخل في السحب. يعني مجرد تسجيلك يدخلك في السحب على جوائز مره كثيره: لابتوب ريزر، اكس بوكس، سماعات بلاي ستيشن، كاميرا بلاي ستيشن، ويد تحكم بلاي ستيشن 5. ترى قاعد اقراها من هنا لان لسه طويله من الجوائز اللي ما ابغاكم تفوتونها. التسجيل سهل ومجاني يا جماعه ومتاح للكل، حتى لو الشريحه حقتك ما هي بشريحه اس تي سي برضو تقدر تسجل في التطبيق. عموما يا جماعه رابط التحميل تحت موجود في الوصف، حملوا سجلوا تابعوا حسابي وفالكم الجوائز ان شاء الله، وبرضو شاركوا في بطولات واستمتعوا بجوائز البطولات هذه. نرجع للفيديو. انا وفراس رواد فضاء وموجودين في الفضاء، عندنا مهمه لازم نسويها. الحركه حقت اللعبه مره معقده، مره صعبه، المهمه اللي المفروض نسويها مره صعبه، وانا وفراس نعتبر تيم سيء جدا، تواصل صفر، صعب زياده اي تواصل صفر، افكار صفر، مخ صفر، بس ان شاء الله نقدر نسوي المهمه هاي. شوف اشكالنا كيف طالعين الفضاء. فراس ها ليش انت برتقالي؟ حقي لوني برتقالي ذا ولا اصفر؟ ها برتقالي والله، والله اني احسب اصفر. وصلنا المكوك الفضائي. شو ليش ايادينا كذا معدلي متمسكين؟ يلا طيب مرحبا بك معنا. طيب ايش المفروض نسوي؟ تبدا عمليات الطاقم الان. اوكي شوف يدي، شوف تك 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 حرك ذراعك اليسرى. ها ما تحرك، حرك اليسرى. ها يلا قاعد حرك اليسرى، هذه يمنى ولا يسرى؟ حرك ذراعك ذراع. اوكي هذه اليمنى. اوكي شو الحال؟ اوكي طيب هذه امسك بيدك اليسرى باستخدام ال تي. وش ال تي هذا؟ امسكت. شوف شوف اقول مع السلامه. شوف انا ما اقدر. سبيس ال تي، الا اضغط ال تي اللي على اليسار، ار 2 ال 2 قصدي. بعدين امسك بيدك اليمنى بهذا. والله رهيب. مسكتك. شوف هي خلني خلني فك يا ولد فك. انت اللي فك. اوكي صح انا اللي ماسك فك. خلاص ايش في؟ امسك انت الحين عشان نروح التحدي اللي بعده. اليمين كنترول. اوكي ليش كنترول؟ كيف كنترول؟ هو انا اتحكم بالكيبورد وماوس. ليه ما انت يد؟ اس والله لو ما تسكت ما لك شغل. طيب يلا لا تضغط، هيا ودونا اللي بعده ندري خلاص. حلوه البدايه، حلوه حلوه. يمكن لازم نمسك بعض. هات هات يدك. فك 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 فكني. امسك بيدك اليمنى خلاص مسكنا. بعدين هذه ما هي بيمنى، هذه يسرى يا اخي. فراس انت يا غبي، المفروض يسرى. هذه يسرى. طيب ليه لا ها؟ واضغط. لا 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 ايش تسوي؟ لا يا كريم ليه؟ مقلتش عندي مقلتش. شفت يا غبي؟ افتح ايش اصبر، افتح الغطاء عن طريق مسك المقبض وتحريك. هذا هذا الزر الاحمر اللي يسارك. فك فكني فكني فك. كيف انزل تحت؟ ابغى انزل تحت. كيف؟ اسحبني فرغ اسحبني. كيف حرك ذا؟ ايوه 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 اسحبه جد. لا اي دقيقه، عرفت عرفت، بمسك هنا. لا ايوه شوف شوف الصورة. والله ما ادري كيف. فك سروالي. فكني ما خسك. فكيتك وسخلص. فكني ما اقدر. شفت؟ كذا تمرجح تمرجح. شوف اي أيوة والله ديم، والله فضائي بالفطره انا. شو الحال؟ وانا انا ليش ماني فضائي؟ والله رحت بالفطرة. والله رحت. اثني ساقيك باستخدام ال. شوف تقدر تنط. طيم وشو كيف اعدل نفسي؟ شوف 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 تجي كذا يا اخي مقلوب مقلوب. اسحب نفسك يا كريم. اسحب. شوف اضغط ال1 وار1. صح انت كيبورد. الحين اظن بيعلمك. شوف قاعد اطير انا. ما اقدر اتحرك. انا مقلوب، كيف اعدل نفسي؟ والله واضح المهمه ناجحه. كذا شو شو
طيب من قبل شيء اقول لك تي هاي تعال لحظه رحت جمع جغلط اصبر تمسك بالاسطح لدفع جسمك وسحبه في الفضاء باستخدام ار تي وال تي احنا خلنا نعرف نتحكم ايزي 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 شوف 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 والله ايزي واخر ذا شوي واخر شوي امسك هنا والله ايزي شوف شوف فكني او صح انت ماسك ما امسكت ليش الكاميرا كذا ما اخسهم لا لا ارجع بروح للتلفزيون ذا كيف تعال تعال تقدر تسبح بيه وش صار او سويت متنا لا لا ضغط شيء اوه هذه شوف هذه مركبتنا الفضائيه لتوصيل الطاقة إلى محطة فضائية تستفيد أنظمة الخلايا الشمسية من المصدر الوحيد للطاقة المتوافر في الفضاء نفسه وهو ضوء الشمس حلو يلا وين ضوء الشمس مع وجود الطاقة الآن على متن المحطة الفضائية يمكن أن تستمر صيانة أنظمة تسخير الضوء هذه أوكي حلو أما هذه نسوي لها صيانة ستعين عليك تهيئة أنظمة الطاقة الداخلية وإعادة توجيه المصفوف الشمسية الخارجية حلو فراس ولا فهمت ولا حاجة والله حتى أنا عند الانتهاء أبلغ إيش وليش تضغط أبلغ المراقب أعطوني إيصال أصبر خلنا أخذ الإيصال ألو إيصال تعال إيصال أخذت الإيصال شفت دليل العمليات أيوة وش الكتابة ذي غاز يا ولد أقراها من اليسار لليمين المصفوفة الشمسية الخاصة بالمحطة الفضائية استعد عمليات الاهداف ليش اللي فوق مقلوب واللي تحت لا تلف ارجع ما خلصت ارجع الاهداف يبغى لنا نهيئ انظمه الطاقه بعدين ايجاد حطوا لك علامه شوف وين نروح اليسار اللي على اليسار اي شوف واحد اسحب الزر كذا اثنين نضغط اسهم كذا اضغط الازرار ثلاثه نشبك الفيش نشبك كل هذا يلا بسيطه ما عليك على الورق سهله بس احنا نطبق خذ الدفتر لا فكني ما خسك شبك يا اخي شو اسوي فكني انا الكابتن ترى عشان كذا لوني غير كيف ارجع فوق انا مقلوب يدفني براسك وي. كيف تسبح وي وي وي, وي. اي والله تقدر تسبح صدق يا اخي الاسهم معكوسه ما اخسكم الطريق يمين صح لا والله الا ولا يسار 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 قلنا اي والله صح يلا نسى امداح معليش معليش عم لازم افتح الباب اخس والله فتحت وي وي فتحت في راس انا قاعد اعاني بسم الله امشي انا ما اخسك فراس تقدر تسبح ترى زي السباحه حرفيا يا اخي إيه يسبح معنا وكل انت اصبر دخل سيقان يصبر ايوه والله انا ما تتركني ولع ضيق اي رح هناك تكفى يا ترى انزل ايوه وجه وصلت طلعت شوف فراس دف برجلك يا اخي ليه مقلوب الاسهم ما خسكم هنا يا اهبل هنا اي وصلت فراس والله هذه فرصتي الوحيده وصلت تكفتك امسك الزر مسكت اوكي سويت الزر انت ما عليك انا بقعد هنا احاول اوصل كيف دور الكاميرا يقول اوه تكنولوجيا لا بس دور علي انا بعد فراس قاعد ضغط الازرار والله انا دفني ابغى ضغطت الثاني ليتس جو دفني لا هذا ضغطت ترى اللي تحت لا تدف خلاص اشبك الفيش انت شوف الفيش اللي تحت على اليمين اشبك عندك ان شاء الله ما عليك فامسك ذا تكفى دف شغل شا. شغلت ليتس جو والله ما منك فايد انت هيا ما خسك تعال هنا فوق اصبر مسكت هذا ما الله يا التحكم الصعب شكرا ضبطك انا مقفل هنا عشان ما تطلع برا يلا روح ايش بك الفيش جيت فك ما تعرف فك صالحتك لاس جو حلو شغلنا الزر ذا الحمد لله الحين كيف والله مجهود نفسي وعصبي كيف نوصل افتح الدليل اصبر خلينا نشوف مو ذا وين الزر طيب هذه الصفحه الاولى لا يا غبي الصفحه الاولى خلصناها شت كنت جاي تدري ايش المصيبه ان هذه برا في الفضاء لا تكفى لا 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 والله تكفى والله دقيقه
اوه ايجاد طريق. اوه هذه واحده بس سويناها. روح اخر شيء. اوه لا عليك والله. عليك ايزي 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 امشي امشي ايزي هو طالع فوق انزل تحت طيب انا قاعد اروح بعكس. لا لا تكفى تحت تكفى. ايوه وين طريق طيب؟ يمينك يمينك. لا مو يميني. هل يقلب الكاميرا على يمينك؟ ها ها عدل الكاميرا. مفتوح. الله يتسخن. الله يدفوك الجنة. ايوه ايوه واخر الثلاجة ذي. دفني. ايه بس خلاص خلاص. غطى راسي. خلاص. لا لا ليش تسوي ذا؟ لا هذا تونا افتح. افتح الباب الا. افتح طيب خلينا نشوف يلا افتح. اصبر انت ما تعرف. يدفني تكفى. لا 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 تكفى ما برجع الغرفة ذي ما صدق تطلع منها. ايوه ايوه. روح 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 روح. ليش ماسك الزر من الطرف انت ليش؟ دفي. ايوه شكرا. لا لا تكفى تكفى. السلام نراك على خير. وش ذا اللي يدورون؟ فكيت فكيت الزر. تكفى قلب الكاميرا تكفى. ها يلا تعال تكفى في راسنا. ايوه 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 ما يتحرك الزر ليه؟ في راس تعرف زعلي. خلاص ما تبي الزر بيقفل. اوه ليه؟ روح كمل طريقك. هذا ايش يسوي الزر؟ ليش يدور هذا الاهبل؟ ايش فيك دور؟ يا راس تعال هنا ليش انت بعيد تكبر الكاميرا كذا؟ تعال. يا اخي والله اني متعقد نفسيا. في راس شبطني الفضاء. تعال تعال في شيء هنا ما ادري ايش هو. اوه انا شوف لو اطلع من زاويه الغرفه دي. في راس في راس شوفني شوفني شوفني. راقبني. ترى تقدر تسبح كذا. شوف 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 تضغط بيدين تسحب فوق. شوف 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 كيف انا اللي علمتك الحركه. تحداك متى علمتني؟ ما ادري ايش قاعد تسوي يعني. يلا انا متمسك هنا. تعال يرحم امك تكفى. ايوه كنا احسن. ايوه بعدين بعدلها فوق. يلا تعال اسحب اسحب اسبح فوق. اي روح روح لا تكفى لا تروح تكفى. فك يدك انت اضغط الزر وابعد. فك يدك امسك يسار يد. والله اني ما بقصر ما ضغطت. تكفى اسحب دف نفسك على فوق بنط بنط كذا. ايوه ايوه بس خلاص خلاص خليك تسبح لا تتحرك لا تكفى. هيا تعال هنا فوق يلا. ها شوف 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 كيف اسحبني. تكفى لا فكني فكني انشبت. فكني ما خسك. فك راسي. في راس لا تفك الهلمت حقي. رجع. والله لا افصلك من ناسا اول ما نرجع الارض. والله انك مفصول. هيكم هذه 101 للفضائيين. انا بفتح الباب ما ادري ليش انتظرك. بفتح الباب واروح. وخي ريال الكاميرا انقلعي. شوف المهارات. فك فك يدي. ايش قاعد تسوي انت؟ يمين يمين روح يمين. ليه يمين؟ من قال لك؟ ما ادري اتذكر يمين في يمين يمين في الورقه. امسك الزر اصبر امسك الزر. شوف الورقه اللي جنبي. اوكي يلا ما ينفتح الزر ذا. انضغط عليك جايك جايك. تكفى ليش يرجع؟ ليش يرجع؟ اوه كسرته. اوه لا تتكهرب انت. كسرت كسرت الزر كسرت الزر. افا رحنا فيها. يدوي يلا يلا يدوي. لا تكفى خذ خذ الزر. يدوي يدوي. كيف يدوي؟ يدوي اسحب داني مين يمين. خذ ما تعرف يعني مين. اسمع اسمع مين يتكلم لثلاث ساعات تحت. تعال دف معي صار مفيد. شايف انت كيف مقفل الباب بالعرض؟ كيف اجي؟ واخر لي طيب ما اقدر اجي. ايوه ايوه روح. والله مش صار. ليه كذا يدور ما خسه؟ دقيقة ليش كذا؟ ايوه ايوه والله شكرا من اول يا اخي. واخر واخر هيا ليش انت بالعرض ليش؟ خلاص خلاص وخر 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 وخر. طفني. يا الله وخري. ما عليك ما عليك ما عاد ما عاد يعب. ترى ترى ما عاد ما عاد يقول ما عاد يعب ومقفل الباب. انقلع طيب من الباب.
ما يحتاج نفتح الثاني والله ما يحتاج. شفت والله اني ماني عيب. شوف كيف تتنقل انت اصلا. نشوف امشي اوصل وصلت الحمد لله. ليش هنا ليش؟ اوه وش ذا الشيء؟ ادري شفت انه هنا. طلعت. لا ما طلعت. في شيء نحطه هنا. شوف شوف في شيء هنا هنا. شوف يدي شوف يدي. افتح افتح الدليل. اه لا لا اصبر اصبر. شوف حقه الشمسيه على اليسار تشوفها برا برا على اليسار. اجل الغرفه اللي بعد الغرفه اللي بعده الشمسيه هذه اللي نصلحها الالواح الشمسيه. يعني غرفتي هذه ما فادت ما حرفيا ما منها فايد. الحين يبغى لنا نصلح الزر. لازم الزر ما يفتح الباب هذا. يفتح الباب اللي على اليمين. لا 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 تكفى فوق تكفى فوق. دفني دفني انطحني انطحني. شفت قفلت الباب. هنا يمين تكفى. تعكم. كيف نسوي الزر الحين؟ تعال تعال فراس تعال. ليه الكاميرا كذا؟ ترى بابكي والله العظيم. يا عمري ال... أوه لا تحمس. تكفى امسك. ايوه 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 بس. اوه في عده هنا ولا وشو ذا؟ لا 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 اقلب اقلب. اوه في شيء هنا في راس. وشو؟ خدت مفك مدري وش ذا الشيء اللي خدته؟ مدري اتوقع هذا اللي بتجيبه بتشق فيه المكان. اه هات هات جاك جاك. انا ارسلته متعمد. اوه فتخبطه. اوه جبت مفك جبت مفك. ايوه مفك ومناديل. تبغى مناديل؟ كيف اجي الحين؟ كيف اجي؟ فراس فراس انقذت الموقف انقذت الموقف. جيتك لا تجي لا تجي تكفى لا تجي لا تجي بنشب. المفروض انت تساعدني. ايوه ايوه جاي جاي انا جاي انا جاي انا جاي. ايوه ايوه وخر وخر عن العده وخر عن العده وخر وخر عن... لا 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 رميت المفك. الله يقلع عم الحاله. ما ينفك الباب يا فراس. شوف الصندوق اللي عندك في صورة ايه؟ مفك. المفك هذا وعندي نصلحه به. لا شوف 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 دخلت هذا الكروبار. ما يفتح. ما يفتح ما يفتح. الا شوف والله وسع يا اخي. تكفى امسك. ما يفتح فراس والله ما يفتح. ليش كان ما تعبوا انفسهم حطوا مفك؟ جيت 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 شوفها معي ماسك انا في يدي. والله شوف اني قاعد اسويها والله. وخر 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 وخر. لا 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 تكفى ارجع. انا خلاص فقدت هنا بس الدنيا. اي اي تكفى خلك احسن احسن. احبس نفسك. وخر وخر وخر. شوف 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 المهاره. شوف شوف بيش. اي يقول اي. شفت يا الهطف. تعال. طب الحين شلون اجي؟ ما ادري. لا 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 تكفى قاعد اقفل الباب. افتح الدليل. ليش نفتح الدليل؟ ما نبغى. صالح ها انت عندك. اصبر يقول افتح الدليل. خلينا نشوف ليش. ها او خلصنا شيء. اي جاء الطريق لقينا الطريق. الحين ابسط اللوح الشمسي المطوي. خلاص اخر مهمه بسيطه. بسيطه ايزي ايزي. افتح ذا الزر ما ادري ايش اسوي ولا اسحب عليه ما يحتاج. خلينا نروح عند اللوح الشمسي. خلاص وينك؟ وراك وراك معك. الكابتن يحتاجك. تعال في حبل هنا. اوه في راس الزر برا تشوفه فوق على اليمين. اي ما عليك عليك بنضغط سهل نوصل له انا وياك. هذا الحبل هنا ربطته في نفسي. افتح لي الباب افتح لي الباب. شوف الزر تحت على اليسار تشوفه. في راس تحت على اليسار الزر. لا قدام على اليمين تحت على هذا. اوه صح اي والله. يلا راي راي معليش. اوه شيت بالتوفيق نراك. لا مو لا تفكني لا لا تفكني مهما كان. لا تفكني. نمشي امشي امشي هنا امشي هنا امشي هنا امشي هنا. يمين يمين تكفى. لا لا في راس بيجي بيجي زر يقول لك اضغط ما ادري ايش. لا تضغط انت بتفك الحبل علينا. روح يمين تكفى. قاعد اروح يمين. شوف شوف اسمع اسمع. شفت يدك اليمين ما ادري اليسار اليسار. فكيتني انت. انت ماسك في الحبل الحين. خلاص خليك في الحبل خليك متربط في الحبل خليك في الحبل. دفني. لا لا تدفني لا تدفني فراس.
لا ابسط اللوح الشمسي واخر واخر ما عليك عليك قاعد تضبطك فك يا اخي انقلع اوه ما عاد اقدر اتحكم ليه انت منت ماسك شيء ترى لو تفك العتله اللي معك الحين قاعد افر اقصد منت ماسك اي شيء سيفتي لك اي تعال قاعد احاول والله قاعد احاول اجي طالع انا متعلق بهذه بس اصبر خل اعدل الكاميرا اي شكرا من اول قاعد ابسطها قاعد ابسطها هذا والله ان اهبل يتحرك الحالة طب رجع الكاميرا صدق شوي كذا قاعد تعدمني ابي الكاميرا انا لا احسن شيء اي كذا بالله كيف شوف 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 الاحتراف خلصنا مكتمل ابسط لوس جو الحمد لله انهم خلوني ما ابي اكمل تكفى تكفى لا عاد نسوي مهمات كذا يرحم اهلك يا شيخ فراس والله عرقت في هذه اللحظه بلاغ اما نرجع نبلغ تكفى لا تكفى لا تكفى ارحم والديك لا تبني اقول ما صدق تخبط طيب اصبر 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 فراس فراس اسمع انا بروح ابلغ اصبر دليل العمليات اصبر دليل العمليات اوه عندنا مهمات ابلاغ المراقب اهم شيء بس نروح نبلل نروح نبلل انا بروح انت خلك قل لهم ان فراس مات لا انا يا ليتني اقدر اروح اصلا الحين بعدل الكاميرا شوي بالله ايوه ايوه لا 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 هنا يا اخي ادخل وين الصعوبه انك تدخل هنا يسار كاني قاعد ادق اشاره بيدي انا يا اخي هنا يرحم امك انت عدل الكاميرا ها ها خل الباب فوق اسمع مني يتفلسف كل تبن بس وصلت وصلت الحين انت بتكبر علينا الكاميرا ما عاد نشوف والله شو اسوي انت اللي بتروح تتركني طيب دقيقه وين برج المراقبه وين القاه ارجع اول ما بدينا الحلقه الاولى لا بتصير الكاميرا وين طيب تعال ساعدني يلا يلا جايك 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 لا تخرب اللوح الشمسي انت البعد الحين يدخلني من ناحية شمسي تعال أنا أقدر تشوف المهارة ما فك لك المهمة اللي أنا ذا لنا ذا هو بالغلط أصلا وصل عند اللوح الشمسي امسك هنا وين الصعوبة في الموضوع الوداع الوداع لا لا أصبر أصبر خلنا نسبح كذا يمديك 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 سوي الحركة اللي قلت لك أسحب يدك الثنتين أسحب يدك علينا دقيقة فراس بروح أبلغ بروح أبلغ لا 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 ما عليك عليك اصبر جايك جايك والله ما ظنتي فوق أنا ماسك الحبل خلاص فكيت الحبل لف لي الكاميرا لف لي الكاميرا خلي المركبة فوق المركبة فوق ها يلا إلى القمر الملتقى الله خلاص يعني استسلمنا شو نسوي والله يمديك بس انت طف هذا والله انه حمار انت باقي منت بعيد كويس شوف 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 والله رايح ابلغ انا فراس ببلغ انك ضعت ما عليك لا لا قاعد تجي قاعد تجي قاعد تجي قاعد تجي صدق قاعد تجي قاعد تجي ليتس جو قاعد تجي يا صالح صالح تعال امسكني ليتس جو والله ما امسك بروح ابلغ او ما يمديني اروح ابلغ ليه ما يمديني ابلغ انحرفت عن الطريق ايوه كفو عليك تمسك في اي شيء عندك تمسك او ليش طلع كذا شيء تمسك بس خلك او لازم افتح الزر ذا فراس والله ما اشوف شيء وين الراديو الراديو وين والله لو تشوف شكلي كيف طالع انا الراديو وين ما خسك تعال هنا اما مت لا اعطاني علامه من كثر ما اني بعيد تمسك طيب في اي شيء عشان اشوف انا وين انا مو بهنا الراديو صح هذه غرفة الراديو هناك عرفت خلاص فراس ليه تفك انت انت تتوقع اني اقدر اسوي شيء يعني في الموضوع لا ليتك كنت متمسك لا تفك الزر اللي يمسك دور الكاميرا لا اصبر كلنا مختفين ايوه اسمع انا بجيك بس من الفضاء بجيك من برا المركب اهم شيء تصير قريب من الكاميرا عشان اقدر اشوف انا وش اسوي طالع انا اسف والله هبط في الكوكب ذاك اللي مدري شو يا اخي هذا اهبل ما يرفع وصلت الراديو فراس تمسك شوي
جيتك 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 جيتك. ليش ليش اتحرك معك انا؟ صراحة قاعد اطلع من الكهرباء الثانية. الحق هذا اهبل. لا لا تروح هناك تكفى تمسك. الحق. والله قاعد يسحبني الهواء الله يقطعه. ما هواء في الفضاء كيف يا فيران؟ ايوه رد رد رد. الو ما يرد. كيف ارد؟ صراحة امسكه من الجهة الثانية الثانية الطرف الطرف. ايه ايه تكفى. علمهم عني. علمهم عن تضحياتي. يا اخي ما خسك والله لعلمهم انك قروشة. امسك ضر الماء طلع. الله يقام التعذيب. ما اشوف شيء. لا لا فراس تكفى 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 فراس. اوكي كذا يمكن اشوف اكثر. ارجع ارجع هنا ارجع هنا. لا فراس يرحم امك على اخر شيء. والله يعني ايش نسوي الفضاء تعرف. الو 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 ايش صار؟ والله ما اشوف شيء. رد 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 يا اخي امسك الراديو. وش الصعوبه دي؟ الو بص قاعد اجي بص الو اقلب. يس خلاص 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 والله ما ابي اكمل. اصبر اصبر انا اقرا يا كني. اه هذه المهمه الاولى انقلع. والله ما العب معك ولا شيء. اخ والله العظيم تعقيد وصعوبه خاصه مع فراس. دمار نفسي. عموما يا جماعه اتمنى الفيديو عجبكم. ما بقول نلعب اللعبه ما راح نلعبها مره ثانيه. ما راح نلعبها ابد. اتمنى الفيديو عجبكم. لا تنسوا تدعمونا بزر لايك. قناة فراس تحت بالوصف. السلام عليكم. We'll be right back.